يعني واحدة قاعدة عندكم طول هالمدة في البيت وانتم ما تدرون عنها؟ يترى والي لو أنا يصير فيني كذي ما أدش البيت ثاني مرة. إيه حبيبتي هذه أنتي وفي بيتكم، لكن إحنا غير، إحنا مو خوافين مثلك. ثاني شتي ليش كذي خوافة؟ مش حقة ما ندش بيتنا، يعني البيت تسكنه واحدة غريبة، إحنا ما ندشه؟ إنزين بنات ما عرفتوها منو؟ كل اللي عرفناه عنها إن اسمها سميرة بس. لا حبيبتي قصدك اللي أنا عرفته أنا. أستاذة خيرية تعرف كل شيء داخل البيت؟ وبرا البيت طبعا. بنات بقول لكم شيء، سامحوني ترى امي اللي دازتني عشان اعرف سالفه المره اللي توفت الله يرحمها. لا حبيبتي مسموحه، اصلا ندري ما شاء الله عليها، امك معروفه بالكويت وخارج الكويت انها ملقوفه، قصدي رعايه واجب، تحب توجب ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حيا الله اخوي، تعال حياك تفضل. هذول طلبتيهم من النت ذاك اليوم؟ معاهم القفص والاكل والجوازات؟ كله كله ابد، كاملين مكملين. يا السلام عليكم. ما علينا منه، واسميه قولي لي منو تسمعين حق المطربين هالايام؟ هالايام قاعد اسمع راشد الماجد. راشد الماجد؟ زين وايد زين الله يوفقك. زين شو الاغنيه اللي تسمعينها حقه؟ علمتني وشان احب، علمني كيف انساك. لا حبيبتي انا عندي لك اغنيه تناسبك، تناسب وضعك حاليا. بلا حب بلا وجع قلب، وش جانا من ورا هالحب غير الألم غير التعب، وش جانا عشو بنات بس عاد. هاي بنيتي ايش رايك ببيتنا؟ ان شاء الله مستانسه مع اخوانك. ايبا مستانسه، بس مرتك هذه اللي اسمها بدور انا كلش ما ابلعها. لا يا ايبا عيب، هذه مثل امك المفروض تحترمينها، وبعدين ترى قلبها طيب، لا تشوفينها عصبيه. شنو يبا؟ من اللي نفس امي؟ لا 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 يبا، هذه كلش ما تهم امي، انا امي غنيمه وبس. يا يبا ونعم بامك، ما قلنا فيها شيء، بس المفروض انك تحترمين زوجتي. وبعدين يا بنيتي انا اقول لك شيء تردين علي بشيء ثاني؟ لان هذا الصج يبا، هذه كلش مو نفس امي. اي الصج يا بنيتي، انا اتفقت انا وامك
انك تزوريني كل عطله وكل اجازه. هيبة انت ما تدري عني من سنين. السبب امك يا بنيتي اللي خلتك ما تشوفيني. شدي تسوين؟ حبه حساسيه؟ حبه حساسيه الظالمة ما تخافين نصرف الاصبعي شيء، نبتليش تروحين السجن يموت. ما يصير في شيء، هذا مسقه شاق القاع وقايل انباع. ذبحني ذبحني بدريه، يحوس 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 على الاكل، يمد يده وانا تعرفون موتي وسمي، احد قاعد يبربس بالاكل اللي انا اسويه، فكرت قلت يا رب ايش اسوي فيه؟ علشان افتك منه ومن شطارته، قمت وحطيت له حبه الحساسيه هذه ذوبتها واعطيته اياه. انزين وبعدين ايش صار؟ صار؟ طاحت وقلت كنا بعير نام على القنف. وي وعلي جنيتي على الولد، حسبي الله عليك يا سليمه. امينه؟ تحسبين علي ليش؟ يبا ما في شيء، ترى كلها يومين ينام ويقوم نزق اكثر من اول. وانا اشوف الولد نايم عبالي في جايته النومه. اثر انت؟ ذبيحه سدحتك. ماما ماما تليفوني. بعد منو اللي متصل؟ الو صالح 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 شنو؟ صالح انت صبري شوي، خليني اسف حسن، صبري شوي صالح. انت وين؟ ليش خليتني ورح؟ شنو؟ ما سمعك شو تقول؟ إيهاب؟ إيهاب؟ صالح، من هي المرة اللي أنت خاشة فوق عندنا؟ سالفة أنت ما تقول لي عن بدري. ألو؟ بدري عطيني حاجي. صالح. بدري اسمعني. ألو؟ ألو صالح؟ صالح؟ سكة. لا تقولين. لا إيبي. ألو؟ حسبي الله عليكم، حسبي الله عليكم، حسبي الله عليكم. فرقتوا بيننا وبين أبونا، ليش كذي؟ ليش؟ ليش؟ شتتونا وشتتوا عيالنا، يعلكم إن شاء الله ما توفقون، يعني الحوض يا ربي ما تعداكم، قولوا آمين. آمين. إيش فيك يما؟ أبوك سوالك شيء؟ لا يما ما سوى لي شيء. عيل ليش تبكين يما؟ أبكي يما، أبكي يما على حظي، أبكي يما على أبوي، أبكي يما على أبوي اللي عمره ما سأل عني، ويوم سأل عني بس علشان يحرمرته فيني، ويوم دشينا السينما واستانس تصالحوا قطني قمت امشي وراهم كأني غريبة يما. يما ليش كذي قاعد يصير فيني؟ يا أنا ايش ذنبي يما؟ يا ليتني ما شفته، يا ليتني ما شفته. يما أنا ما أحبه، يما أنا أكرهه، أنا أكرهه يما. يما روحي يما. تفضلي وسوري على التأخير. لا مشكور وايد ما قصرت. عادي ايش دعوه، ايش مسوي انا؟ بس انا ترى حبيت ابلغك، الاسبوع الجاي الكويز، الدكتور قال اللي ما يب درجات زينه في المتيرم راح ياخذ درجاته من الكويز. صدقك؟ ايه. زين تلقى بعيده لي؟ اي وين المشكله، عادي معاش طبيتك انت. ايه. اي وين عادي بعيده. زين تكفى خالد كلمه لي، انا ودي اقول حق البنات يكلمونا بس المشكله ولا واحده منهم طابه معاي بهالماده، وتدري احنا باول كورس يعني ما اعرف ولا واحده معاي بالكلاس. عادي ولا تحاتي، انت مكبره الموضوع ان شاء الله، من عيني هذه قبل هذه. تمرين على شيء بعد؟ لا بس سلامتك مشكور وايد. يلا ودي الوالد سلمي على الوالد. الله يسلمك. سلام. يما مشغوله؟ قولي ايش تبين؟ ما بيتش بموضوع بس مستحية شوي. وشنو الموضوع اللي مستحية منه؟ يما ما تحكين؟
يما في واحد طالب ايدي. شنو؟ طالب ايدك من منو؟ ومنو هذا؟ من احمد اخوي، هو رفيج احمد اخوي. وين شافك بالله؟ تذكرين سالفة الهوشة اللي بالمجمع لما رحنا انا وفجرة؟ الظاهر انه شافني وعجبته وصارح اخوي احمد بالموضوع. وانت شفتيه؟ الصراحة لا، بس هو بي ويجيب امه عشان يشوفونك. وبالمرة تشوفينه ها؟ بالله عليك انت واخوك تشوفين ان هذا وقت مناسب تفاتحوني بهالموضوع؟ ما شفتي خالتك بدريه؟ اجلت ملكت فجر اختك علشان احنا نمر بظروف صعبه. وانتوا الله يهداكم فاتحين موضوع مو مناسب. ما ادري ما كيفكم؟ بس ترى هذا اللي صار احنا ما لنا ذنب فيه. هو صدق هذا اللي صاير كله عافسنا. بس احنا شو نسوي؟ يعني احنا حياتنا ما توقف عشان ابوي طلع من البيت. احنا بعد من حقنا نعيش. لا والله ايش هالجرأة اللي انت فيها؟ سمعيني زين، انا بكلم خالاتك وبالذات خالتك بدرية، لازم اخبرها وبعدين عاد يصير خير. تقنعوني بشنو؟ احنا تكلمنا بالموضوع وخلصنا من زمان. والله يا بدرية انا بعد مو مقتنع من هالموضوع. بعد يعني فكرت فيها قلت ما يصير نقطع رزق بناتنا لان ابوهم مو موجود، انزين ما ندري متى بيرجع. حبيبتي اللي يجري على واحدة من البنات يجري عليهم كلهم. شفيك بدرية؟ خلينا نتباصر، عاد مو حكم قرقوش وهو. هذا احنا قاعدين نسولف ونتناقش واسمعكم شو تقولون، لكن ترون شلون؟ سووا اللي تبون تسوونه، قرروا اللي تبون تقررونه، بس ها لا تردون بعدين للراس وتقولون يا بدريه اعطينا رايك شوري علينا ما يخصني. خلاص بدريه انا سحبت كلامي، انا معك ابرك لك خليك في مكياجك. بعدين بدري احنا طول عمرنا تحت كلمتك وتحت شورك، والكلمه كلمتك والشور شورك، وانتي الكل في الكل، اصلا انتي الكبيره يا بدري الله يهداك، فسيروا ونحن من ورائكم. شكرا شكرا يا سليمه. يعني خلاص نقطع نصيب البنات؟ امينه انتي تحت راسك شيء، قولي ايش عندك. انا اقول خلي نكلم الجماعه ايون نتعرف عليهم وبعدين يصير خير. زين هو رفيج احمد في الدوام؟ اقول لك رفيجي يمه. ايه رفيجك بس انت تعرفه عدل؟ شو ما اعرف عدل؟ اول ما دوم طبقت معاه هو طلعت ودشات مع بعضانيه. انا اللي اقصده يا يمه يعني عدل عدل مو ها. لا 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 عدل عدل مو ها مثل ما تقولين، ولد اصل وفصل ونعم فيه خوش ريال. زين وطبعه شلون؟ مؤدب خلوق او عنيد عصبي بخيل؟ لا لا مو بخيل، لو هو كذي انا ما مشيته، انت تعرفين عدل يمه. والنعم فيك يا يمه. ايش فيه؟ تعقب على نسبه بالعقال هذا. ترك عمك. سليمان. سليمانو صمخ. هاي يمه ايش فيك؟ انت اثول اثول. قم قم. قم اطلعنا بنتكلم انا واخوك. انا داري، انا اصلا اول ما شفتك داشه الغرفه كنت داري اني بنطرد. كان سويتها من اول ما شفتني. زين. يا ربي هالصباي على منو طالع؟ انزين وبعدين؟ لولو ها بشرين عنك شلون صرت الحين؟ الحمد لله احسن. الحمد لله. محتاجه شيء؟ مش كان؟ عفوا. سوني يا سنسن قلت لك تعال. نعم خير. خيره؟ هذا مو كنا جاكيتي؟ كنا تصدق بالضبط نفسه هو هو. أنا كم مرة قايل لك جاكيتاتي ما تلبسينه وما تاخذين ولا شيء من هدومي، يلا ردي الدار. أنت شلون تتجرأ تمسكني كذي؟ لحظة أنا كم خدمة بالحياة سويتها لك وما أخذت مقابل مكانها؟ كم مرة عدهم؟ بتردين الجاكيت ولا شلون؟ أنا ماني بعازة جاكيتك، هذا راح أرميه بالشارع. حرة.
قمنا نفكر. هاي بنت كلثم كنك قمتي تحبين قلبك دق. ايش هالحكي يمه؟ تعلميني بالعشق وسوالفه. اخ بس اخ من العشق شو بيزل. المهم قولي لي منو يكون اللي في بالي؟ ها واللي في بالك منو اللي في بالك؟ اذا اللي في بالي انا موافقه وموافقه بعد لا وبدون تفكير. ها منو اللي في بالك يما؟ وين احمد ولد بدريه ولا انا غلطانه؟ لا يما انا ما عندي هالسوالف لا حب ولا خرابيط. انا بنتك تربيتك. بدام انك تربيتي طالعه عيل على امك حبيبتك وراح تنيشنين على اللي اختارتها امك لك. وانا قايلت لك من زمان ما يصلح لك الا احمد بس انت الله يهداك توك تشوفينه وتحسين فيه. يلا خيريه وين اكلك عشان يمدينا ندخل السينما خلصيني؟ لا والله امشي تاكلون وترسون البطن وتشبعون وبعدين انا لا حبيبتي خليني اكلي واكل على راحتي بعدين بفكرني اقوم زين؟ انا بفهم الاكل اللي تاكلينه وين يروح؟ وبعدين اذا انت مو متحمله شيء شكرا اذا فيسك معنا. والله حبيبتي انت تاكلين تشبعين عادي وانا لا الشر علي انا اللي طالعه مع اشكالكم مالت عليكم على وجهكم. لو انا عندي ربع جابلتكم طلعت وياكم كان طلعت ويا ربعي جابلت ربعي مالت عليكم على وجهكم مالت علي انا اللي برفجتكم وطالعه معاكم زين. عدال يمسكتها الحين انت اللي قعدت تشنار والكل حابها. اقول سكتي لاهلك في قدام الناس وفضحك الحين واقول انك مجنونه وعندك كرت احمر ترى ها. اي حبيبتي نقول حق الناس انك تعالجين عند دكتور نفسي. لا والله انا اعلمكم ان ما خليتكم تهلقون بالسينما واقطوا السالفه براسكم واخليهم يطلعونكم كذي كذي ويقطوكم مستشفى طب النفسي ما اكون انا خيريه واحصل على كل وحده فيكم 70 دينار. ها هذا مصرف وببلاش بعد صج وناسه مالت عليكم يا المينن. عدالي صاحيه انتي. هلا شلونكم بنات؟ هلا والله ايش هالصدفه الحلوه؟ اهلين مها شلونك؟ تمام الحمد لله. هاش عندكم متجمعين؟ ماكو بس جايين ناكل ونتسوق بندش سينما بعد شوي. يلا هفن بس مو تنسون تيوني المعهد. ان شاء الله حبيبتي هاليومين مارينك اصلا احنا. شنو هاليومين مارينك؟ مشغولين احنا عندنا شغل شفيك؟ يلا اخليكم انا استانسوا ها؟ حياتي يلا باي. شفيك انتي؟ عورتيني. منو هذه وين بتروحون معاها واي معهد وليش انا ما ادري؟ وانت شكوش مالك قاعده تشتفي يعني تك 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 انت مالك شغله ما ردي لا تقول لك مو كيفكم ابي اعرف ايش هاللقافه ايش هاللقافه؟ شوي شوي على النعمه شوي شوي تاكلون وانا لا الحمد لله والشكر. هاي خوات هذول يسمونكم خوات مال خوات انتو بس بس بالعين غير قرقه عشان شبعت اقول لك كل شيء تمام. إيه لقيتهم توا. لا 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 تحاتي إن شاء الله قريب بلفهم صوبي. لا إلا هالشي ترى أنا مهاوي. إيه خلاص صار صار شوفي شو يصير معاك وبلغينا. مع السلامة. نعم منو؟ خليه يدخل. منو اللي جاي؟ ما ادري والله واحد يبي يشوفني. شنو بيشوفك يا معود عندنا شغل حنا؟ يمكن يبي يتسلف. يا كثر اللي يتسلفون بهالديره زادوا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. تفضل. انا احمد. احمد ولد صالح الاشراق. الو الو خالد شلونك؟ اسف على الازعاج ويا كريم. هلا والله بخير الله يسلمك. لا والله ما بك شيء قاعد ما عندي شيء فاضي خير. بس دقيت عليك متوهقه شوي احس في وايد شغلات مو فاهمتها وانا الله يسلمك قاعد ميح بالنحو ما اعرف شيء. زين شنو اللي مفاهمته بالضبط؟
أنا فهمت شيء عادي ما عندي مشكلة. ولا تدري شلون أنا خلنا صعد فوق أكلمك أحسن فتقولي لي شو تبين. حيا الله مليانة زارتنا بركة بصراحة نور المكتب وجودك. أقول عادي يا أحمد لا تقطعنا ترى المكان مكانك والحلال حلالك طال عمرك أنت ود الغالي وتصالح أخوي. الله يسلمك عمي بس هو اللي يسلمك عمي أي اتصال من أبوي عرفتوا عنه أي شيء بلغون. أنت تأمر أمر بس قول لي يا أحمد هو ما دق عليكم؟ الوالدة قالت أن اتصل مرة واحدة بس ما أخذوا منه لا حق ولا باطل يقولون الخط كان يقطع مو واضح صوته بس اللي فهموا منه أنه يسلم واحد اسمه إيهاب. إي ماشي ماشي ولا يهمك أول ما تين أخبار عن أبوك راح نبلغ إن شاء الله وطمن لها اللي حاتون ترى كل الأمور ماشية. مشكور عمي ما قصرت وراح نبقى على اتصال إن شاء الله. إن شاء الله وهذا كرت يبا دق علي إذا احتجت شيء. تسلم يلا فمان الله. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. سترك يا رب سترك يا الله انك تستر علينا يا الله. أنا لما قريت الكتاب حسيت أن البطل في الرواية قاعد يحاول يبرر أفعاله ويشرح للناس أنه هو يسعى للخير بينما هو يسعى للشر. إيه بس بعد هو يبي يقول أنه ما له ذنب في أنا أعتقد أن الكاتب كان يبي يفرض وجهة نظره وترى مو شرط يعني لازم يقتنع بوجهة نظره في وايد كتاب وجهة نظرهم مو صحيحة. يعني أنا أعتقد أنه أنا أعتقد أن الرواية فيها وايد رموز ويعني أشياء لازم نتمعن فيها عرفت شلون؟ شوفي عاد أنا اعتقد ان لازم بعد يعني نشوف ان الروايات الادبيه هي اكثر من مجرد روايات. يا جماعه ممكن اقول شيء عن اذنكم شكلها الخدامه نسيت تجيب الحلو. ايه قاعد اقول لك انا اعتقد ان يعني الروايه فيها اكثر من مجرد معاني او شخصيه او لازم نعيشها اكثر عرفت شلون. وقفي لي وارفع البوشية خليني أروي ضامي العطشاني. الله الله على أغاني قبل. يا الله يا الله إني ميتة من القهر. شوفي أقول لك شيء ترى أنا وحدة لا تشوفني أنا قاعدة هني بالمطبخ يعني أنا أحب اللويا لا أنا دم ضروسي الحنة الحنة واللويا هذه أنا ما أحبها. إيش فيك ليش تحلطمين؟ إيش فيني بعد هذه ضياء طهرتني يا ربي ما حد قال لك أنت اللي جايبة القصة على نفسك أنت اللي مجمعة هالحريم حاطتهم تعلمينهم القراءة والكتابة وتقولين لهم قصص وتقولين لهم إيش حق تدورين القصة على عمرك ليش 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 بعد أمي معتهم علشان نتكلم عن الرواية اللي صار لي شهر وأنا أحن عليها. تخيلي كل ما أتكلم تنط هذه الأخت اللي اسمها ضياء وتحن وتحكى وما تعطيني شانس أتكلم. إيش كان شحنتيها كان سكتيها كان قلتي لها انفبر بمكانك لا تتحركي. شلون فهميني شلون أشعمها وسكتها شلون. أنتي ممكن تيدين ممكن تذكرين ربك شوية
ممكن تقول لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. اهدي. لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تعوذ من إبليس وإهدي. وأنا اللي راح أقول لك شلون. أنتي لما تجمعين هالحريم هذه ضياء شو تحب تاكل بالضبط يعني؟ أنا قريت كتاب ما أدري المؤلف ناسي اسمه بس كانت رواية وايد حلوة فظيعة بس مو قادرة أتذكر اسمه تلقين هي وايد وايد حلوة. تفضل. مشكورة. ناتشز مشكورة حبيبتي. بالعافية. عاد أنا أدري إنك تموتين في هالأكلة. إي وايد أحبها. إنزين نرجع للرواية. في بعض الشخصيات واضحة وبعض الشخصيات غامضة. أنا أعطي. إي قولي قولي حبيبتي قولي. قولي كل ما تخافي. أبي ماي. حبيبتي تكلمي. كلنا أذان صاغية. ماي وايد حار. ماي أبي ماي بليز ماي. يا معود الموضوع شكله بدأ ينحل. ديمو أختي متقدم لها واحد وأمي وحريم أبوي قرروا يقعدوا معاه. يا معود كان زين تكون فاتحة خير علينا وتزوج وافتك منهم. إن شاء الله إن شاء الله. عدنان أنت إيش فيك؟ بالتليفون حاقرني مالك خلقي. هني سرحان. أنت شنو مليت من سوالفي؟ لعيبة وياك وياك. وين وياي؟ يبقى أنا في موضوع شوي شاغل بالي. موضوع شنو؟ قول لي حبيبي ممكن أقدر أساعدك. لعيبة يا شغلة خاصة فيني. تتعلق بالبيت والأهل. أمك وبوك ردوا تهاوشة وبعد؟ لا حبيبتي. شيء ثاني بدينا أقول لك عنه. ما أدري عنك. خاطلب لي شيء أكل أنا ما أقدر أتأخر على البيت ترى. عدني؟ هلا هلا شلونك؟ شلونك يبا شخبارك؟ تمام الحمد لله. أنت شلونك؟ والله الحمد لله. فجر خطيبتي نواف رفيجي. أهلا وسهلا. أهلا يبا شلونك شخبارك؟ والله الحمد لله. أنت رجعت؟ ويه بس صار لي كم يوم رديت. زي أنت كم شهر قاعد في فلوريدا؟ خبرك عتيج فلوريدا حبيبي. طلعت منها وقعدت بعدها بتكساس شهر ونص. بعدها مليت أبي أرد الديرة. زي إيش بناك يا معود؟ مو تقطع ها؟ أكيد أفعلك لا تحاتي. رقمك مثل ما هو؟ اي نفس ما هو. خلاص هدق عليك انا حبيبي. تبي شيء؟ حبيبي يا اخوي يلا حبيبي. اشوفك على خير ان شاء الله. انت شلون تقول لي انا اسمي فجر؟ شلون تعرف علي؟ ايش فيك على نواف؟ نواف رفيجي رفيجي. بعدين اهلي يعرفون اهلي. بعدين انت شنو مستحيه؟ انت خطيبتي وبعد كم يوم تصيرين مرتي على سنة الله ورسوله. عادي. المهم يلا خلنا ناكل لنا شيء يلا عشان يمدينا انا الحق النادي. زين. يلا طلبي لي على ذوقك. تكفون مولاي. لو سمحت. هلا والله اخوي. معك خلاعه؟ لا والله اخوي انا ما ادخن بس يمكن تحصل عند السكيورتي تحت لان ممنوع التدخين هنا. ولي. احكي لي ممنوعه بس شفت المس مالت الانجليزي؟ اي. لما تيجي تشوفني ادخن هني تي تعصب وتأفر فأنا أحب أجزرها هني أستانس بالمعهد. على كل حال أنا تشرفت بمعرفتك حبيب. عن إذنك. وأنا أكثر حبيب. مع السلامة. فل. خيرية خلاص قومي الحين راح يذبحنا. قومي. سكتيني ايش فيك انت ما تسمعين يدي شاخر؟ يعني انت فجر قنبله هني ما راح يحس فيها زين؟ خلينا نجرب. فجر قنبله؟ صارت. يلا انتشري. انتوا شو تسوون؟ تعالوا 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 تعالوا. انت ليش واقف هني؟ والله ماكو ناطر سايق شوي وياي. زين كان مشي وصلك بسيارتي. ايوه بلا تحاتي. السايق جاي. عموما تشرف فيك حبيبي. مشايل راسي. ونعم سيمان شراع. ونعم. ما عليك خلاص عيل ان شاء الله باكر انت تلاقي المعهد حبيبي. ان شاء الله باذن الله. زين سيمان انا شو اوصلك والله وقت تاخر. زين بس خل اكلم السايق عشان لا يجي.
يبا دق عليه وانت بالسياره، تعال اركب إيه. اركب اوصلك. اخاف اكلف عليك. لا يا عمي بلا تكلف علي ولا عادي، ما تحت امرك حبيب. ما قصرت. علشان لما اقول لكم مره ثانيه لا تروحون غرفه يدكم وتاذونا، سمعون الكلام وصرون اوادم قلعتكم جزاكم واقل من جزاكم. لما اقول لكم وقت الدراسه وقت واللعب وقت ثاني، لا تخلطون الدنيا كلها، تنثبرون بغرفكم وتدرسون. انتوا ايش فيكم؟ انتوا ليش ما تتعلمون الرقي؟ ليش ما تتعلمون البرستيج؟ ليش ما تتعاملون معنا باسلوب حلو؟ اي رقي؟ اي برستيج اللي تتكلمين عنه؟ ايش في اسلوبنا؟ ماما بدريه يا شمعه قلبي انت يا حبي، احنا درسنا درسنا بلعنا الورق. اقول لك شيء، حاشني عصر هضم، مو قادره اهضم خلاص. كذابين كذابين، بين من عيونهم. يلا 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 فوق، روحوا درسوا ويلا فارجوا. خالتي انت ايش فيك؟ تخلخلت حنوتك، حتى تخلخلت حنوتك، اسمها يما بدريه. يما انت ايش فيك؟ انت والهواء دائما ضدي، ولا مره وقفتي معاي. ايش فيكم علينا؟ ترى درسنا. يما يا قلبي انتوا يا حبايب عمري. انت اقول لكم شيء، اعترف لكم، امي والبنات قاعدين فوق يحطون خيار وروب بويهم ما يشخربطون، واحنا ما نقعد معهم على عروسنا. روب خيار دريه ما كلتي راحت. يبا شلونك بعد؟ اخبارك؟ شلون دوام وياك؟ الحمد لله تمام. الشغل وايد يا ولدي، العمر يخلص والشغل ما يخلص، ماني ملحق. عساك على القوه يبا. وياك انت شلونك؟ زين الحمد لله. شلونك مع الحب؟ الحمد لله ماشي امورنا. امورك طيبه؟ الحمد لله. عسى دوم عسى دوم ان شاء الله. يبا تبي اصب لك شاي؟ اي والله ما عليك امور ان شاء الله. تبي شكر يباي؟ لا لا بدون شكر ان شاء الله. بس لا تكثر، بس كافي، مشكور. شكرا. الظاهر عندك شيء انت، بنت فاضي، صب لك شاي، مدلعني، تسال عني. قول ايش عندك؟ والله يبا بغيتك الموضوع. ادري ادري، تبي لي موضوع، تبي فلوس؟ لا يبا الحمد لله عندي فلوس. ايش تبي؟ يبا مثل ما تدري بعد ان ورا الخطبه زواج وسفر. ايه عادي. خذ زوجتك وسافر معاها شهر العسل، الديره اللي تبيها. ابعطيك كرت في مبلغ، اصرف فيه اللي تبي. لعيب الموضوع مو كذي. الموضوع انه ورا الخطبه باخذ مرتي بنسافر برا نكمل دراستنا. شنو؟ تسافر برا؟ عدنان تدرس هني، ما في برا، انت ولدي الوحيد وانا ما استغني عنك. ادرس الصبح وتعال ساعدني العصر، جاب للشركه شوي وياي، لكن سفر برا انا ما استغني عنك. مو بس يبا. بس ولا كلمه، لا تقعد تبسبس علي. حبيبي سفر ما في، اخذت قراري، تدرس هني يعني تدرس هني، مفهوم؟ الحين اول شيء بحط لكم ماسك عسل، وعقب الماسك بنحط تونيك وننظف ويوهنا، وبعدين نسوي مساج خفيف حق الشعيرات الدمويه اللي بالوجه. هذا المساج يخلي ولا تجعيده تتم بويوهكم، لو عمرك 90 سنه ماكو ولا تجعيدايه. يا سلام، واحنا احنا الكبار هالتجاعيد هذه شو اخرها؟ ما تقولين لي؟ اوف عليك يا قلبي، انا اقول لك شو تسوين؟ هذا انا اقول لك حبيبتي، رايحه فيني بس هالحبوب مال الفيتامينات تعطيني اياهم، قولي لي من هالماسكات اللي تسوينها. بدري الله يهداك، هذا مخيمر، مخيمر دائما جاهز. وكاهو جاهز، شوفي هذا، هذا كذي تحطينه على عيونك، ها كذي تنامين لك شوي قيلوله ولا ريلاكس كنك ما تدرين. اذا شلتيه ولا زرقاء اليمامه تشوفين بعد 2 ولا 3 كيلو، العيون كذي مبطله، لا بوتكس ولا فيلر ولا شيء، كاري مثلي انا قدامك، غنيمه احلى حريمه. يا ريت تهتمون بالقراءه والاطلاع كثر ما تهتمون بالشكليات، بالله ليش المبالغه ها؟ ليش؟ حكى المتنبي. يا يمم هذه هي استعدادات خطبتي، يعني انا بنخطب كل يوم؟ راح اتزوج كل يوم؟ هي مره بالعمر ان شاء الله تتم. يعني بعد اذنكم الدكتوره موناليزا، يعني الحين انت مهتمه بجمالهم ومهتمه انك لازم تسوين وياهم حلو، وهذه وعرفنا ليش مهتمه وايش تبي تسوي وايش حاطه عمرها علشان بتنخطب. بعض الناس اللي يمهم اللي على يسارهم
كجا مرحبا. نعم خالتي ايش دعوة؟ اخوات عارفيني انا مع الخيل يا شقرة، شو داخذ اخوه شي احصل لي ريل؟ هذه الغيرة طال عمرك. مقيولة يعرسون اثنين وينون الفين، اميانان ولقولهم من يساعفهم من يساعدهم. خالتي خالتي لحقي لحقي. خير شبيك؟ امك لات امي الله يستر. انا بسوي جلسة مساج. احنا بوداركم حسه وهذا ماي نعمه من الله فلوس وانتم قاعدين تلعبون في الماي. هذا كل يوم شغل مولانا ماي هذا موت. يعلك الموت يعلك الماحي لو حديقه ابوك ما لعبت شري بالماي. يمه هلا 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 بيك يمه. شيل شنطه شيل شنطه شيلها شيلها يلا. شبيك ما شبيك يمه؟ ما تشوفين اللي يلعب بالماي حرام مو زين؟ روحي سكري الماي. اشوفك يا بيش شنطتك. اي قلت يعني باقي عندك كم يوم اوسع صدرك وهم اشوف شرايطك اللي لاعبين عليك لعبه. لا كلهم بخير وطيبين. حياك حياش داخل. الله يحييك. شلونك انت شو اخبارك يمه؟ عساك بخير. طيب الحمد لله. الله يحييك يسلمك يمه حبيبتي. ابا صدق كل ما مليت جيت هني كسرت راس الربع ومشيت. اي زين تسوي؟ مو انا كله قاعد مجاب اخواني بالديوانيه ولا قاز ويا خلود اخوي على الحب. ليش انت ما تيها الاماكن هذه؟ لا كلش من كذي قررت ادش المعهد اتعلم شيء جديد. الا تعال انت ليش اخترت اللغه الايطاليه؟ ما ادري احس اغانيهم حلوه طريقه نطقهم حتى عندهم الاغاني والاوبرا ما اوبرا ترى كله بالايطالي. عندهم مطرب حده قوي اسمه لوتشانو بافاروتي. هذا اقوى مطرب عندهم تعرفه؟ عارفه اي هذا الله يسلمك ابوي. انا قبل هذا ما ابلعه لوتشانو بافاروتي ما ابلعه إيه؟ بس ابوي من كثر ما غثنا فيه يعني يوميا يحط لنا اياه على الغداء بالحديقه واحنا قاعدين بالصاله وين ما اقعد فيه. حتى مرات لما اطلع بالسياره يحط لنا سيديات فبديت احبه صراحه. ذويل انا على بالي اول شيء لما اخذت اللغه الايطاليه انت على بالي انت مشخط لدروب من ايطاليا لهذا. حتى شوف ساعتك ايطاليا لبسك اغلبها ايطالي. شفت؟ لا وين مينون انت ايطاليا والله حدي. بس انت يوم قلت لي سالفه ابوك ذكرتني بواحد ينقال له الوالد يموت على صوت نشره الاخبار مال تلفزيون الكويت حزت الغد. يا ابوي ما اشوف غيره. خليك من ابوك وابوي ولوية المعهد تكفى. انا جاي هني استانس وشكلي بضيفك على اللسته مالت الربع اللي كل يوم اكسر راسه بني على الطاوله.